كابتن حلمي، وانا حضرتك اتفضل. حضرتك كنت موجود في اجتماع اتحاد الكرة الاخير؟ لا طب حضرتك حاسس ان الدوري ممكن يتلغي؟ والله هم مش بايد حد، هم ممكن يبوظوا الدوري، بس هم ما يقدروش يلغوه لان ده قرار دوله مش قرارهم هم. لكن ممكن يبوظوه، ممكن يختلقوا مواقف ويختلقوا مواضيع تعطل الدوري وتخليه يتلغي، ممكن جدا. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه يا ميدو. انا كنت هلعب يوم اثنين، يوم اثنين كنت هلعب في الجونه، ويوم سته كنت هلعب اسوان، بدون سابق انذار وبدون اخذ راينا وبدون اي حاجه. لقيت الجونه بيتاجل يوم 16/4. واخد بال حضرتك؟ طب هنلعب امتى؟ ليه؟ طب مفيش اي سبب قاله لكم؟ ولا حاجه خالص. واخد بالك؟ طب هنلعب امتى؟ هنلعب لغايه امتى؟ يعني عمليه صعبه جدا يا ميدو، وانت عارف كويس قوي تلاحم المواسم ديت، واللاعب ضروري ياخد فتره راحه، واللاعب ضروري يعمل اعداد، مهمه جدا جدا الحاجات دي. احنا بنفتقد للتخطيط العلمي بشكل كبير جدا جدا يا ميدو. صح. حتى في اوروبا مفيش حد بيلعب كل يومين يا ميدو، كل 48 ساعه، ما انت عارف. يعني بالذات كمان يا كابتن حلمي، زي ما حضرتك عارف اللعيبه بتاعتنا مش متاسسه بشكل سليم ان هي تقدر ان هي تستحمل ضغط المباريات دي. اللايف ستايل والتاسيس وكل شيء ما يخلوش يقدر يلعب الكلام ده خالص يا ميدو، خالص. صح. قابلت حضرتك قبل ما الموسم يبدا، وقلت لي احنا عاملين فرقه جامده هتعجبك، والحقيقه لما اتفرجت على ام بي السنه دي بصراحه فرقه محترمه بصراحه. يعني سيستم لعب محطوط كويس، ولعيبه تم اختيارها على اعلى مستوى، سواء محترفين او سواء اللعيبه المصريين، يعني حاجه مشرفه. الله يخليك يا ميدو. عارف يا ميدو، انا مشكلتي ان اللعيبه دي انضموا قبل الموسم باسبوع ليا. انضموا لي وانضموا للتيم قبل الموسم باسبوع، ده اللي خلى النتائج في الاول ما كانتش جيده وما كانتش مظبوطه، لان انت عارف اللعيب الجديد اللي بيجي من الدرجه الثانيه، اللي بيجي من انديه مختلفه وعايز يدخل يبقى جوه التيم، بيبقى محتاج وقت عشان يتاقلم وعشان يتكيف مع الاسلوب ويتكيف مع زمايله ويعرف اسلوب لعبنا وطريقه لعبنا، فده بياخد وقت كبير جدا يا ميدو. دي نقطه. النقطه الثانيه يا ميدو، منتهى الخطوره، بس انا جذبت السنه دي لاني كان ضروري اعمل كده. غيرت كتير جدا في التيم، دي عمليه صعبه جدا، محتاجه خبرات كبيره جدا كتدريب عشان تقدر تلم نفسك وتقدر تبقى واقف على رجلك بشكل كويس وتقدر تأدي بشكل كويس. صحيح. وما يحصلكش دروب. التغيير ده ممكن جدا يخلي الواحد يحصل للتيم بتاعه دروب. فطبعا خصوصا لما يكون عدد كبير 14 15 لعيب، يعني فاهم. فطبعا الحمد لله عشان احنا اشتغلنا من اول ساعه ومن اول يوم قدرنا نلم المواضيع ديت بشكل كويس، ولو ان طبعا في ماتشات كتير انا ما ببقاش راضي عن الاداء، لكن النتيجه لو خيرت اي مدرب، انا من المدربين اللي بحب احقق المعادله الصعبه، الاداء مع النتيجه. لكن لو خيرت اي مدرب في العالم اميده قلت له الاداء ولا النتيجه، هيقول لك النتيجه، لان هي اللي بتتحسب. صحيح. طبعا هي اللي تقدر بعديها ان انت تبني عليها وتجيب اداء، تبني عليها بالظبط كده. كابتن حلمي، يعني اخيرا زي ما حضرتك عارف ان محمد صديق خد تجربه في الامارات، ودلوقتي ان هو خد الدراسات، خد السي وخد البي، نصيحتك لابنائك، وصديق يعني موجود معانا، لاي حد عايز فيهم يبقى مدرب كبير ويستمر في العمل لفتره طويله زي حضرتك؟ اولا ضروري يبقى زي ما قلت لحضرتك، يبقى حابب الشغلانه دي جدا. لانك لو حبيت الشغلانه دي هتتفانى في انك انت هتدرس كويس، مش هتقف عند حد في عمليه الدراسه العلميه والتخصصيه، هتلاقيك بتطور نفسك وبتبدع وبتبتكر بشكل كبير جدا. لان يا ميدو للاسف مجموعه من المدربين الحاليين بيعملوا حاجات غريبه، يعني كل مدرب المفروض يبقى ليه الكاركتر بتاعه. يبقى ليه اسلوبه التدريبي. صح. ليه مفاهيمه التدريبيه الخاصه بيه. ما قلتش حد يا ميدو.
قلتش ما ادخلش عشان اخد تمرين من هنا وتمرين من هنا وتمرين من هنا واعمله، لا ده مش كويس، ده ما ينجحش على فكره خالص يا ميدو. انت المفروض تبقى مبدع وتبتكر، المفروض كده تبدع وتبتكر ويبقى ليك اسلوبك الخاص في العمليه التدريبيه.